صباحكم سعيد مجددا أعزائنا المشاهدين، قد تكون بآخر فقراتنا لليوم بهذه الحلقة الخاصة، سلطنا الضوء على دوري المحترفين وتحديدا اليوم مباريات مفصلية للنادي الفيصلي ونادي الجزيرة. نحن الآن مع رابطة مشجعي نادي الجزيرة مجددا، وكنا نأمل أن تكون رابطة مشجعي النادي الفيصلي حاضرة، اعتذروا عن المجيء لأسباب لا نعلم ما هي، ندعو الله أن يكون المانع خيرا. على أي حال بهذه الأجواء الرياضية، الأجواء الرائعة، الروح الرياضية حاضرة من خلال رابطة مشجعي نادي الجزيرة، معنا الآن الأستاذ محمد خطاب عضو الهيئة العامة لنادي الجزيرة. أسعد الله صباحك أستاذ محمد. صباح الخير، صباح عشاق الرياضة الأردنية، صباح عشاق نادي الجزيرة، أشقائنا عشاق نادي الفيصلي. إن شاء الله اليوم بكون يوم حافل، يوم إن شاء الله راح يكون شيء إيجابي للكرة الأردنية بوجود نادي الجزيرة اللي إن شاء الله عاد بعد 60 سنة، بعد 60 سنة الحمد لله عاد لوضعه الطبيعي، لمكانه الطبيعي، للمنافسة على لقب الدوري كرة القدم الأردنية دوري المحترفين. وهذا الشيء بعد 60 سنة، بقي على الحلم 90 دقيقة، 90 دقيقة إن شاء الله اليوم الحسم، أو بالكثير بعد 3 أيام 180 دقيقة. 60 سنة إن شاء الله اليوم، إن شاء الله يا بنحسمها اليوم أو بعد 3 أيام، طبعا مع كل الاحترام لأشقائنا في نادي الفيصلي اللي احنا بنعتز فيهم. تفضل. نعم أستاذ محمد، أنا بدي أنتقل للإخوان بالرابطة الآن حتى نكون منصفين ونتحدث مع الوجوه الطيبة والتفاؤل، يعني أنا أشاهده منذ ساعات الصباح الباكر. أنا بدي أتعرف عليك بشكل سريع. وليد الجعفري، عضو رابطة نادي الجزيرة الأردني. أستاذ وليد، بماذا تتحدث لجماهير نادي الجزيرة اليوم؟ والله أنا بحثت جميع الجماهير أنهم يكونوا على الملعب اليوم إن شاء الله، لأنه زي ما قال الأخ محمد خطاب أنه إحنا بننتظر هذا الحلم من 60 سنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكرم بالتتويج. نتمنى لكم التوفيق. أتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد العبود، رئيس رابطة مشجعي نادي الجزيرة. بماذا تتحدث لجماهير نادي الجزيرة وجماهير نادي الأهلي أيضا اليوم؟ المنافسة ليست بسهلة بملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحث الجمهور اليوم أنه يجي اليوم، لأنه هاي مباراة مصيرية انتظرناه حلم، انتظرناه 60 سنة. طبعا احنا بنمتلك إدارة شابة مميزة، اشتغلت صح، أمور صح، ماشي أمورنا كلها تمام. طبعا هذا ما كان لولا جهود الإدارة الشابة الموجودة عندنا، بتشتغل بحنكة، بتشتغل بإدارة صحيحة. جميل. أتعرف عليك أيضا. أنا خالد المدني، عضو هيئة عامة بنادي الجزيرة. إن شاء الله اليوم يكون يوم جميل لنادي الجزيرة ونادي الفيصلي، ونتمنى تكون مباراة فاصلة ما بيننا وبين نادي أشقائنا نادي الفيصلي على المباراة النهائية، وتكون أجواء رياضية بكل الأردن، لأنه الدوري هذا دوري متميز عن باقي الدوريات. جميل. الجميع يراهن على الروح الرياضية دائما حاضرة بجماهير نادي الجزيرة والنادي الفيصلي، النادي الأهلي، نادي سحاب. عم نتحدث عن المباريات المفصلية التي ستحدد من هو حامل لقب دوري المحترفين دوري المناصير لعام 2017. لجماهيركم ونتعرف عليك. حازم طباخي، أمين صندوق رابطة نادي الجزيرة. طبعا بداية نشكر تلفزيون أودي على استضافتنا لهذا اليوم الجميل. إن شاء الله تعالى إحنا زي ما حكينا زي ما حكوا الشباب، نتمنى أن اليوم يكون يوم حافل، واليوم حق مشروع إنا أنه نفرح، ونتمنى أيضا مؤازرة الجمهور والحضور الجمهور بكثافة المباراة، لأنها زي ما حكوا الشباب هي مباراة مفصلية، مباراة انتظرناها من مدة طويلة، ونتمنى أيضا الفوز اليوم، ونبارك سواء إنا أو للأهلي أو للفيصلي اللي بيستاهل نقول له ألف مبروك، والخسران هار لك، وإن شاء الله تعالى منها للأحسن. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بما يتعلق بجماهير نادي الجزيرة، الفريق، اللاعبين، الجهاز الإداري، الجهاز الفني. أتعرف عليك أيضا. ناصر المناصرة، عضو رابطة مشجعي نادي الجزيرة. اليوم أنا برأيي حنشوف مباراة من أجمل المباريات مع العراقة، نادي الجزيرة ونادي الأهلي. إحنا بنتمنى الفوز، وبنتمنى البطولة لحلم طال انتظاره أكثر من 60 عام. بتمنى إنها تسود الأجواء والروح الرياضية لجميع الأندية الأردنية، وبالتوفيق لجميع النوادي. أتعرف عليك. يوسف جاد الله، عضو رابطة المشجعين نادي الجزيرة.
بكلمة لجماهير نادي الجزيرة اليوم، وأنتم متجهون الآن إلى محافظة الزرقاء؟ إن شاء الله اليوم متجهين إلى المباراة، وإن شاء الله بنشجع بروح رياضية عالية، وبنفرح في بطولة الدوري، وإحنا عندنا شباب على قدر المسؤولية، وإن شاء الله بفرحونا يا رب. نعم. الكاس. أتعرف عليك؟ هاني العقربة من عمان، مشجع لنادي الجزيرة من أيام الصغر، وإن شاء الله يعني بعد ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم نتمنى أن نشاهد المواجهة مع العراقة، العراقة الفيصلي والجزيرة، وأمنياتي من الجماهير. نعم. الجماهير الفيصلي والجزيرة. يعني احنا حبينا تكون الكلمات مختصرة. نعم. حقيقة وصلنا الى نهاية حلقتنا. نعم. لليوم تحدثوا زملائكم بلسان حال عشقكم حب نادي الجزيرة، نتمنى لكم التوفيق. اعزائنا المشاهدين، بختام حلقتنا لليوم اللي سلطنا الضوء على دوري المحترفين، نتمنى التوفيق لجميع الأندية، نتمنى ان تكون المحبة والسلام والروح الرياضية حاضرة تماما. بماذا يلقب نادي الجزيرة؟ انا بدي اسمع من رابطة. نتمنى لكم التوفيق من الزميلة لانا العطيات، ومني انا مجحم العدوان، اطيب الامنيات على امل اللقاء بكم بحلقة اخرى، دمتم بحفظ الله. يلا بدنا نسمع، بدنا نسمع.